وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده يا ربي امين. المهم اليوم جيت عندنا الجو زوين هنا في فرنسا، وبغيت نخرج انا وبناتي، وقلت علاش لا ما نتقاسمش معاكم التحضيرات اللي تندير الا بغيت بغينا ندير واحد الخريجه. هنا كي تلاحظوا معايا اول حاجه غنبدا فيها غنحضر واحد الساندويتش، وقلت علاش لا ما نتقاسمش معكم الطريقه ديالو. المهم تنحتاج فيه هنا كما تتشوفوا معايا باريزيان، انا هنا درت بان كومبلي، وهنايا كما تتشوفوا عندي شلاضة ولا سالاد اللي تتكون مخلطه، هنا عندي دي ترونش ديال لادان فيمي، هنا عندي الفرماج، هنا عندي شويه ديال لاموطارد وشويه ديال الزبده. المهم دابا نبداو معاكم طريقه ديال التحضير على بركه الله. هنا استعملت الزبده هي الاولى حتى ترطب الخبز، هادشي علاش بديت بها هي اول حاجه. يعني تنشدو هذيك الزبده تنديروها لذاك الخبز كامله. ودابا غناخد شويه ديال لاموطارد اللي نسيت راه خلطته هنايا مع شويه ديال المايونيز، نزيدو لهذيك الزبده. يعني عشقه صغيره موطارد وعشقه صغيره مايونيز. تلاحظوا معايا هنا ناخذ ديك الشلاضة عندنا الجو سخون سي بوغ سا بنادم مرة بالأخص حنايا دابا مع يعني عطاونا الحق نقدروا نخرجوا، وقلنا علاش لا ما نديروش واحد الخريجه مع الدراري. يعني هذا غير الشكل الاول ديال هاد الساندويتش، من بعد غنتقاسم معاكم واحد سالاد اللي تتكون الاساس ديالها هي لي بات وتتكون بارده. المهم نكملوا هذا وهانتوما معايا. المهم هنا كي تتشوفوا معايا غنقطع هذاك الساندويتش اللي درت، يعني بنادم تيدي بزاف الحوايج ماشي بحال هادي. انا دابا درت هاد الباكيطه ولا نقسمها على ربعة المرسوات، المهم هنا كما تتشوفوا معايا من بعد ما قطعت هذوك الساندويتش ديالي، غادي ندير لي هنايا داك ورق الزبدة، المهم تنديرو لي بحلقة، عاد من بعد غادي ندير لي فيلم ليمونتيغ. باش ما بغيتش انا ندير الفيلم منو الخبز، قلت ندير هذا ومن بعد ندير الفيلم. المهم هذا الشيء تيبقى يعني راه كل واحد تيعرف كيفاش يوجد الشيء الخريج، احنا غير تنتقاسموا معاكم غير بعد الطرق اللي تتكون ساهله علينا، باش كبنادم ما نديوش غير حاجه وحده، تنديو بزاف الحوايج. وهنا كي تشوفوا معايا الشكل الثاني ديالي ديال الساندويتش اللي خديت فيه هنا خبز ساندويتشات ولا باندمي اللي شديتو قريت واحد شويه باش حتى ملي تنديروا فيه هاد العناصر ديالو ما تي يعني ما تيتفرتتش لينا. المهم اول حاجه كيما الاول
نعاود نديرو هنا شويه ديال الزبده، ناخذ شويه ديال الشلاضه. ما ديروش مطيشه، انا تنصحكم مطيشه ديال بنادم اللي تيكون غادي خارج بحال هكا على برا، ما ديروش مطيشه فملي تبغوا تحضروا الساندويتش، مطيشه تطلق الماء وتخسر لينا الخبز. المهم دابا غادا نزيد هنا، كي تلاحظوا معايا هنا درت الطون ديال الزيت، حيت صفيتو من ديك الزيت وزدت معاه واحد عشقه كبيره ديال المايونيز. هنا ما ديروش مطيشه، لي ساندويتش اللي بنادم تيكون غادي يخرج ما يديرش مطيشه في الساندويتش باش ما تديرش لينا داك الخبز ما تيكونش فيه الماء. المهم دابا غادي ندير هنايا الفرماج ديالي ونزيد شويه ديال هذيك الشلاضه. وهذا هو الشكل ديال الساندويتش. وهنا كي تشوفوا معايا درت واحد الشلاضه اللي هي بارده اللي تتكون من لي بات، درت انا اختاريت هذا النوع ديال لي بات اللي سلقتها، وغادي نضيف لها هنايا شلاضه وطوماط سوغيز، وشحرت واحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج مع واحد نص ديال الفلفله وشويه البزار وشويه ديال الملحه. هنا عندي واحد الباكيه ديال موتزاريلا اللي قطعتها كمرصوات صغار، ولا فينيغريت ديالتها. هنا درت نص حامضه، درت شويه ديال زيت العود وشويه ديال لاموطار شويه ديال الملحه وشويه ديال البصل، حيت كما قلت لكم هذه سلطه اللي تكون بارده. المهم دابا نبدا على بركه الله. المهم هنا اول حاجه غناخذ هذاك لا فينيغريت غنزيد ليها واحد شويه باش ما تتبقاش لينا لي بات ديالنا لاصقه، غير شويه نزيد على هذيك لا سالاد و لا طوماط سوغيز، الصدر ديال الدجاج والفلفله اللي كما قلت لكم سبقيه وشحرتو. المهم هنا تنخلطوا هذوك العناصر كامله، انت شفتوا ملي درت هذيك لا فينيغريت هذيك لي بات كلها تتحل ما تبقاش مجموعه. هذه راه وجبه اللي كامله، راه فيها كلشي، فيها الدجاج فيها الخضره فيها يعني غير هذه راه تبارك الله راه تتشبع. ومن بعد غنزيد لهذيك الموتزاريلا، هادو دي سالاد اللي بنادم فهاد الصيف تيتحضروا زوينين، تقدروا الا ما بغيتوش دير تقدروا ديروا حتى شويه ديال المايس. المهم هذا هو الشكل ديالها، يعني هذه هي الطريقه، هذه سمحوا لي هذه هي النتيجه النهائيه ديال السلطه ديالنا، يعني واحد الوجبه اللي كامله فيها كل شيء، فيها اللحم فيها المطيشه فيها الشلاضه فيها كل شيء، يعني غير هذه راه تبارك الله راه تتشبع بلا ما يبقى بنادم اللي تبغيو نخرجوا ما يبقاوش بنادم يدير هذه يدير هذه هذه. وكما وريتكم الساندويتشات الاولين راهم كافيين، شويه ديال الفروي شويه ديال العصير وتكون خريجه اللي زوينه وخفيفه.